فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أولا باب اعتذر. باب قال باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه به. باب يؤتى العدو على حين غرة، يعني يأتي المسلم يقتله على غير من على حين غرة. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، أسيما كان الحربي جلد في ذلك، وهذه تحتاج إلى الأذكياء من أهل من أهل الإسلام. ولذلك محمد بن مسلمة كان ذكيا جدا عندما نفذ ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أسيما والمسألة كانت لعرض النبي بأبي هو وأمه. روى المصنف في بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وسنة صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب الأشرف أو من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم. فأتاه فقال إن هذا، طبعا فأذن لي أن أقول شيئا معناه أنه أراد أن يتكلم في النبي، يعني هو قال له الآن حتى أكتسب ثقته فلا بد أن أتكلم فيك فتأذن. شوف هنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نادى على نفسي بالنقصان من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم. فقال له: أتأذن؟ قال له: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم، يعني أذنت لك. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا، يعني أتعبنا ومللنا من ذلك، قد عنانا. وهذه الكلمة التي أدخلها أنه مل منه. والآخر قال: قال وأيضا لتملنه، يعني يكون يصيبكم الملل مما يريد منكم. قال قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال: أي شيء ترهنونني؟ قال: وما تريد منا؟ فقال: نساؤكم. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال: فترهنونني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: نرهنك اللأمة، اللأمة يعني السلاح، نرهنك اللأمة. قال: نعم. فلما أتاه نداه فخرج عليه وهو متطيب ينضح رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكر له قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسي فشمه. قال: أعود؟ أعود هو يعني أنت وضعت عود. طبعا هذه أذواق أخرى، الذوق الراقي في مسألة العطر مهم جدا، وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان النبي يحب أن لا يرى منه إلا الرائحة الطيبة. لا سيما أنس قال: ما اشتممت طيبا ولا مسكا مثل عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالطيب الذي كان يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال الشعرات البيضاء التي كانت قليلة جدا كانت في لحية النبي كانت بسبب الدهن، أنه يدهن بالعود. أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم فضربوه حتى قتلوا. محمد بن مسلمة هنا الشجاع البطل المسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لكعب الأشراف؟ أتعبهم كعب الأشراف. كعب الأشراف يهودي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على قتل النبي، فدعا النبي إلى طعام، وكانوا قد يعني هيأوا أنفسهم في هذا الباب أن يكون رجل فوق الأسطح، وإذا جاء النبي أخذ حجر وألقاه على النبي بأبيه وأمه. فلما دخل النبي جاءه جبريل فأخبره الخبر، ثم يعني كأنه خبأه بجناحي ليمر، فمر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروه، مر النبي أمامه دون أن يروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب الأشرف ابن الأشرف؟ وهذا كان عنده، كان يؤذي النبي بالكلام، كان يؤذي النبي بالكلام.
فقال محمد بن مسلمة، هذا البطل المسلم، قال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فقال له: نعم. والنبي لا يقول نعم إلا بوحي، النبي لا يقول نعم إلا بوحي. ولذلك الله تعالى فرق بين من يؤذون رسول الله ويؤذون المؤمنين في أذية الله ورسوله. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعن الطرد من رحمة الله. لكن تكلم على المؤمنين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني له كبيرة من الإثم. نعم، لكن الذي يؤذي رسول الله ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه. هذا كافر أصلي، وهو كعب بن الأشرف. قال يا رسول الله أتحب أن أقول؟ قال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني سأدخل كلاما حتى أقنع أنني منقلب عليك. الحرب خضع. وهنا شوف هنا الحيل الشرعية للوصول إلى المقاصد العظيمة. فهو ما كذب، لكن عرض. لما ذهب إليه قال: إن هذا الرجل، هذه كلمة شديدة، كيف تقال على مثل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل؟ وكما قلنا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، والذي يتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى الكفر، قد وصل إلى الكفر. فالمسألة ليست بالهينة في هذا الباب. قال: فأتاه فقال: إن هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أدخل هذه الكلمة من أجل أن تدخل على كعب بن أشرف فيأمن، يعني أو يؤمنهم. قال: قد سألنا الصدقة وقد عنانا، يعني أتعبنا ويسأل: هاتوا الصدقة، هاتوا الصدقة. قال: وأيضا لتملنه، يعني سيأتيكم الملل بسبب وجوده عنده. اتبعناه فنحن نكره أن ندعو حتى ننظر إلى أي شيء يصير. يعني بيقول له عذرنا في ذلك، لما اتبعناه نحن ننظر هذا الرجل يعني سيعلو، سينتصر، نريد أن ننظر آخر الأمر معه ماذا، إلى أين سيذهب بهذا الباب. قد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقا ووسقين أو وسقين. قال: أي شيء ترهنونني؟ قال: وما تريد منا؟ فقال: نساؤكم. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب. هو أرد رهن. قال: أنا سأعطيكم ما تريدون من المال، أين رهنكم؟ الله تعالى قال: فرهان مقبوضة. فقالوا له: ماذا تريد؟ قال: نساؤكم تكون رهن. يعني قال: أنت أجمل العرب، ونعير يعني نرهنك نساءنا، فيكون ذلك عارا علينا. قال: ترهنون يا أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسبق ابن أحدنا فيقال رهنت بوسقنا وسقين، يعني يعيروه بذلك، والعرب يعني تقتل في التعيير. قال: نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: نعم. فلما أتاه نداه فخرج عليه وهو متطيب ينضح رأسه. في رواية لما قال له: ما هذا الطيب الذي نشتمه، يعني مؤثر جدا رائج، قال: عندي ابنة أطيب العرب، يعني أشد العرب تمسكا بالطيب وأيضا تجارة فيه، ابنته عندي فتستعطر كل يوم. لكنها في بعض الروايات قال: إني أسمع صهيلا وأسمع سيوفا، كأن اليوم يوم الغدر، أو كأن الليلة ليلة الغدر، أو كلام مثل هذا. فقالت له: يعني إذا لا تخرج لهؤلاء بعد ما سمع؟ لا تخرج. قال: لا، إن الكريم إذا يعني طلب لطعنة خرج، يعني يحسب نفسه شجاعا. أي شجاع وأنت تكفر بالله وتكفر برسوله؟ هذه الشجاعة في الأرض، لأنه يكفر بالله ويكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهم يعني وجلسوا معهم ثلاث نفر أربعة نفر، قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قالت: أذن لي فأشم. وأراد أن يقترب منه ليتمكن، فاشتم وتركه ليعطيه الأمان. ثم قال: ما هذا؟ أعود هو؟ هل تسمح لي أن أشم؟ يعني مرة ثانية. قال: نعم. فلما وضع يده على رقبته ورأسه وقرب منه تمكن منه، فأخذوا فقالوا: اضربوه حتى قتلوه. لكن محمد صلى الله عليه وسلم لما قفز يعني ركبته كسرت، حملوه إلى النبي، فالنبي وضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي بأبي وأمي، فشفيت. ولما قيل لمسيلمة الكذاب على ذلك وأتوا له بولد يتساقط شعره، لما وضع يده عليه امح الشعر من رأس الولد. إن الله يغزل من يكذب عليه، والعملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله. فاستمكنوا منه فضربوه وقتلوه حتى قتلوه، ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه بيان لهؤلاء الأفاضل الأماجد من صحابة رسول الله، الذين علموا أنهم يعني أن رسول الله يقدم على أرواحهم،
ما كان أهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فقدموا أنفسهم رخيصة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا داء بالصحابة الكرام، تراهم يعني يسارعون في مرضات النبي إرضاء لربنا العلي جل في علاه. لم يتفهم كثير من الناس قولي بأن البث لا يتقطع، قولي بأننا نحب نبي لأنه نبي، يعني ليس لذات الشخص أنت تحبه، أنت تحبه لما يحمل من الوحي، لما يحمل من الرسالة، لأن حبك له أصله هو حب لله جل في علاه. جواز التعريض حين الحاجة إليه، الحيلة الشرعية إذا حققت المقصد فهي واجبة أو مستحبة؟ إذا النبي عقابه الطرد من رحمة الله جل في علاه، اللعن والطرد من رحمة الله جل في علاه. طيب هذه لو في أسئلة تفضلوا، أترك لكم دقيقتين الأسئلة ونأخذ إلى صحيح البخاري. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.